وللحديث عن إصرار باريس على موقفها تجاه القدس ودعم الاحتلال الصهيوني ودور فلسطيني الخارج في دعم قضية القدس، معنا من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني الأستاذ ماهر شويش. مرحبا بك معنا. أهلا بكم، حياكم الله. كيف تقرؤون تجدد تصريحات باريس التي تزعم أن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي في هذا التوقيت بالذات؟ نعم، حقيقة دائما ما تقرأ مثل هذه التصريحات نسبة إلى المكان والزمان والشخص الذي يقدمها. نحن أمام ثلاثة قضايا. الشخص الذي قال هذه التصريحات هو أصلا يعني ينحدر من أصول يمنية، وبالتالي محسوب على اليمين الفرنسي، ومعروف ما هو توجهات هذا الجسم، وبالتالي هذه نقطة. النقطة الأخرى، هو قال هذا الكلام أمام محفل يعني يعتبر من المحافل الكبرى التي يعني تشكل أحد اللوبيات الضاغطة فيما يتعلق في فرنسا. وأيضا فيما يتعلق في التوقيت، هذا التصريح جاء قبل يعني في فترة التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا، وبالتالي هناك حاجة للتحشيد باتجاه يعني كسب مزيد من الأصوات في هذه الانتخابات. في العموم هذا معروف لدى الجانب الذي صدر منه التصريحات، ولا أعتقد ليس جديد، لكن الجديد دائما هو في توظيف مثل هذه التصريحات في توقيتها وفي مكانها وفي دلالاتها في بشكل معين. نعم، إلى أي مدى يكشف هذا الموقف الفرنسي أجندة فرنسا المتهمة بالعنصرية والتي تنامت في عهد الرئيس ماكرون، وخاصة تجاه قضية مجمع عليها عالميا هي قضية الفلسطينية واحتلال القدس الذي جرى عام 67، وكذلك احتلال أجزاء من فلسطين في 67؟ يعني حقيقة هذا الموقف لا يكشف، هذا الموقف يعري تماما، يعني هذه التصريحات تعري تماما حقيقة يعني مكروه موقف فرنسا في هذا التوقيت وفي هذه القيادة التي يعني تدير فرنسا تحديدا في هذه الفترة. وأيضا هذا بدون شك يعني يهيل الاضطراب تماما على ما تبقى من فكرة التسوية وما تبقى من فكرة حل الدولتين، وبالتالي يظهر ازدواجية واضحة. إذا كنتم تريدون وتدعمون حل الدولتين، كيف تذهبون باتجاه يعني تصريحات تثبت العنصرية؟ هذا التصريح عنصري بامتياز، وهذا التصريح يعني يؤكد بان هناك لا امل ولا افق لاي مشروع تسوي، ولا امل ولا افق لان يكون هناك دولتين، طبعا مع تحفظنا على هذا المشروع، لكن حتى القليل الذي يقبل به الفلسطيني، وهذه رساله ايضا لصالح القرار الفلسطيني، حتى القليل الذي يقبل فيه الفلسطيني لم يعد مقبول الامام يعني حتى يعني مستويات وهيئات دوليه وهيئات عالميه. لذلك الكره الان ليس في ملعب هذه الجهات باعتبار انها تاريخيا تصطف وتنحاز الى الجانب الاسرائيلي، الكره في ملعب صالح القرار الفلسطيني. الى متى تضيع هذا الوقت؟ الى متى هدر الوقت؟ الى متى هدر طاقات وامكانيات شعبنا الفلسطيني بعيدا عن كل تضحياته وبعيدا عن طموحاته وبعيدا عن اماله واهدافه؟ الى متى يتم العبث في ثوابت الحقوق الفلسطينيه؟ هذا هو السؤال الاهم بتقديري. نعم. والمراد بصالح القرار الفلسطيني. امام هذا التصعيد الفرنسي هناك محاوله لاستثمار موقف ودور فلسطيني الخارج الذي جرى خلال الأيام الماضية لدعم القدس ودعم الفلسطينيين في كل مكان ودعم أحقيتهم في عاصمة يعني في عاصمتهم القدس وفي أن يعودوا إلى ديارهم حسب القانون الدولي. يعني من حيث المبدأ تهميش فلسطينيين خارج ليس جديد، هذا التهميش بدأ منذ ما قبل حتى اتفاق أوسلو، لكن ظهر بشكل واضح وصريح بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبات واضحا ان هناك يعني تهميش واقصاء ل 7 مليون فلسطيني موجودين في الخارج. ومع الاسف القرار الذي صدر تقريبا قبل اسبوع او اكثر، هذا القرار كان واضح مفاده انه ثبت اعلان عن يعني ابتلاع السلطه الفلسطينيه لكل منظمه التحرير، وهذا دلالته واضحه، عندنا لا نريد ان يكون اي جهد لفلسطيني الخارج في كل النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي جاء هذا القرار بقانون. وكل محاولات يعني التدليس او محاولات الالتفاف على هذا القرار، لا، هذا القرار ليس فقط يعني قرار بقانون، وانما سلوك على مدار تقريبا ثلاثه عقود يعني قام به ونفذه ومارسه بشكل واضح القائمون على ليس القائمون، المتحكمين تماما في كل مفاصل القرار في سواء في الدوله المزعومه او في السلطه الفلسطينيه او حتى في منظمه التحرير. نعم. الان كيف يستطيع فلسطيني الخارج ان يوظفون كل هذه الطاقات وكل هذه الامكانيات؟ انا اعتقد ان امام فلسطيني الخارج يعني اجابه على ثلاثه اسئله ومهمه هذه الاسئله. نعم. سؤال التفعيل وسؤال نعم. التمثيل وسؤال البديل. اليوم في شارعنا الفلسطيني بات امام يعني مشروعين، مشروع تسويه وتنازل عن ثوابت الحقوق الفلسطينيه، ومشروع يتمسك بثوابت الحقوق الفلسطينيه. وانا برايي الغلبه اكبر للمشروع الذي يتمسك بثوابت الحقوق الفلسطينيه. اذا
على الاقل قمنا بمقارنه متعلقه في الدوره 31 للمجلس المركزي. نعم. هذه الدوره كانت الاقل لسان، قطعتها حماس وقطعتها الجهاد ويستقبلها حزب الشعب وقاطعتها المبادره الوطنيه الفلسطينيه وتغيب عنها وقاطعها ثاني اكبر تصويت في منظمه التحرير. اذا مطلوب من كل هذه الكتله الواجهه ان تتوحد في نعم ان تتوحد وان شكرا تشكيل نعم. جبهه انقاذ يعني اشكرك استاذ ماهر الشويش الصحفي الفلسطيني كنت معنا من امستردام.